فريق تجمع الدستوري للسيدة النائبة نوال المتوكل. ومن لا يعرفك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس المحترم، سيدين الوزيرين المحترمين. سيدة أسماء غلالو حريصة على صحتك، وانت هي صح منها. شكرا سيدة النائبة المحترمة. حفيد تولي دائما ملي اي متدخل ملي يكمل لابد من تعقيم المنصة. شكرا 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 شكرا. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، سيد الرئيس المحترم، سيدين الوزيرين المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمون. يشرفني ان اتناول الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري للمساهمة في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 1806 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي. وأود في البداية أن أؤكد على الأهمية التي يوليها التجمع الدستوري لهذا المشروع، لما له من فائدة في تعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة في التنمية من خلال الحث على المشاركة في العمل التطوعي، خاصة في ظل غياب إطار قانوني ينظمه، رغم أننا نجد له جذورا جد راسخة في سلوك وحياة المغاربة المعروفين بقيم التضحية، وكذلك بقيم العطاء وقيم الانخراط في الإغاثة وكذلك في العمل الجماعي. وهو المعطى الذي أشار إليه بشكل واضح الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحالية. لن أطيل كثيرا، ولكن نظرا لضيق الوقت في سرد جوانب هذا السلوك الإنساني الراسخ في حياة اليومية للمغاربة، إذ يكتفي أو تكفي العودة فقط إلى ما عرفته بلادنا مؤخرا بالموازاة مع التدابير لمواجهة جائحة الكورونا من دينامية على مستوى العمل التطوعي على صعيد المملكة المغربية. لأن السيد الرئيس يأتي مشروع القانون موضوع جلستنا هاته في سياق دولي ووطني، يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة. فالتطوع اليوم أصبح يحتل مكانة هامة وغير مسبوقة داخل المجتمعات، بل إن أهميته ستزداد مع مرور الوقت بالنظر إلى الحاجات المتنامية له بشكل مستمر بفعل الإشكالات الاجتماعية والصحية والبيئية. وبالنسبة لبلادنا، ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد هو توفر على نسيج جمعوي هام يقدم خدمات متنوعة ومختلفة تشمل مجالات العمل الإحساني والعمل الخيري والتطوعي. وبالنظر لأهميته ومكانته، فقد تم إشراكه في مسار صياغة دستور 2011 هذا الأخير الذي عمل على تعزيز مكانة هذا المجتمع ومنحه أدوار دستورية مهمة. وبالنظر لغياب إطار قانوني ينظم العمل التطوعي، وكذا ضعف نسبة مشاركة الشباب المغاربة في هذا النوع من الأعمال مقارنة بدول أخرى، فقد نال هذا الموضوع حيزا كبيرا من اهتمامات اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، وذلك سعيا منا لتثمين المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني ببلادنا في مجال التطوع وتجميع المقترحات التي تدفع بها إلى المزيد من التطور بفضل الآليات القانونية الكفيلة بالاعتراف بالمتطوع وحمايته ودعم عمله. لذلك فإننا في فريق التجمع الدستوري نعتبر أن مؤسسة العمل التطوعي التعاقدي
سيشكل أحد المداخل الأساسية لحد عدد من المشكلات التي تعاني منها بلادنا، ومنها مشكل البطالة لدى فئة الشباب. فالأرقام تشير إلى أن 8% منهم فقط ينشطون داخل الجمعيات، فهذا المشروع سيمثل بلا شك خطوة مهمة لدفع الشباب للاهتمام بشكل كبير بالعمل الجمعوي وحثهم على المشاركة في عمليات التنمية، خاصة وبلدنا مقبل على تنزيل النموذج التنموي الجديد. السيد الرئيس، قبل أن أختم لابد أن أنوه باسم فريقي التجمع الدستوري بالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها من أجل إخراج هذا النص التشريعي الهام. أيضا لابد من الإشادة بالجو الإيجابي والبناء الذي تمت فيه مناقشة هذا المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وكذلك شكر السيد الوزير على حسن تعاونه وعلى كذلك انفتاحه على تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة من أجل تجويد صياغة هذا النص. أشكركم على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً جزيلاً سيدة النائبة.